الزمالك. اتكلمنا النهارده على ماتش الاهلي وطنطا، وقلنا طنطا النهارده عمل مباراه الحقيقه كبيره امام النادي الاهلي. كابتن رضا عبد العالي النهارده قدم نفسه فنيا في الثلاث مباريات الماضيه، الوقت كان ضيق ولكن افضل مباراه ليه كانت النهارده. كابتن رضا مساء الخير. حبيبي يا كابتن سيف مساء الفل. وحشني، عامل ايه؟ والله انت اكتر. اخبارك وعلى ايه؟ وعلى فكره الكلام اللي انا بتكلمه لا اقصدك لا من قريب ولا من بعيد، ان حضرتك راجل مقدم برامج على اعلى مستوى وبتتفرج، ومن حقك ان انت تتكلم، لان طبعا ده شغلتك، انما انا بعيب على الناس اللي هي مفلسه فنيا. معلش اديني بس فرصه دقيقه. اتفضل. مفلسه فنيا ومش لاقيين حاجه فني يتكلموا فيها، فدخل يقول لك التهريج والكلام ده. اولا انا بالنسبه لكابتن سيف، المره اللي فاتت وانا خارج طبعا قالوا لنا اخرجوا عشان خلاص هننزل عشان السلام الوطني يوم ماتش الزمالك. فانا خارج الصحفيين اتصوروا معايا، دي مش مشكلتي، انا ما عملتش مؤتمر صحفي ولا اتكلمت. هم بقى كل واحد انت عارف بيستظرف، انت هتلعب بخطه ايه، انت عارف ان ايه، ان في دعابه بيني وبينهم وفي خف الدم والكلام ده. انما ما كانش مؤتمر صحفي، دي حاجه. تاني حاجه، في ناس تانيه في مش عند حضرتك بس انا بقصد الناس اللي هي بتعمل مداخلات او قاعده في استوديوهات تانيه، يقول لك اصل قلبوا مسرح مصر، وانا مش عاجبني لان هو اصلا بيهرج كتير. انت مالك يا عم؟ ما دي مدرسه جديده وفلسفه جديده. طب انا كشرت هخسر. طب انا مثلا كشرت في وش لعيبتي هينزل مش فريش. انت مالك؟ ده اسلوب، ده حاجه جديده. احنا طول عمرنا واخدين على التنشنه، واخدين على انك تركز، وانا عمري ما ركزت لا مع كابتن جوهري ولا مع مدرب اجنبي ولا مدرب مصري. انا كانت ليا تركيبه خاصه كده، لو ما كنتش اضحك وهرج قبل الماتش ما اعرفش انزل العب. دي طبيعتي، وعشان كده انا بنقل الحته دي، لان انا عايز لعيبتي، لان مهما كان برضو ما فيهاش رضا عبد العال، ما فيهاش ابو تريكه، ما فيهاش بركات، ما فيهاش، فانت برضو لازم تخف عنهم الضغط. هم طول الموسم يا كابتن سيف بيتلقوا هزائم، وبعدين بيلعبوا بطريقه ماليش دعوه، مش هخش بالطريقه اللي بيلعبوا فيها، بس هم مكبوتين، بس هم عندهم كوره، فانا عايز اطلع الكوره دي منهم، فانا لازم اخف عنهم الضغط. واخد بال حضرتك؟ بس هي دي كانت وجهه النظر، دي المدرسه الجديده اللي انا بعملها. انا الحقيقه النهارده حييتك في بدايه البرنامج، وقلت النهارده يعني ظهرت الحقيقه بصوره جيده جدا. وفنيا انا من اول ماتش وتاني ماتش الزمالك انا قلت ان حضرتك عندك في دماغك كوره كتيرة جدا، عندك كرة كبيرة، يعني لو 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 فرصة في وقت أطول وفرصة مختلفة هتعمل إن شاء الله بإذن الله شغل. وأنا عندي ثقة إن ممكن يكون نادي طنطا هيقدم حضرتك في الدوري الممتاز بشكل. النهاردة بتلعب النادي الأهلي 80 دقيقة، عامل ماتش جيد وعامل جيم جيد، أمورك هادية، الفرقة نفسها ماسكة كورة، الدنيا ماشية كويس. بالظبط، شخصية، في شخصية للفرقة يا كابتن سيف. النهارده برضو عجبني يا كابتن قوي رياكشن حضرتك مع كهربا، يعني الامور ما خدتش خمس ثواني، وتصريحاتك بعد المباراه قلت دي قصه ثانيه، احنا مشكلتنا بنكبر المواضيع وهي المواضيع في ثانيه بتخلص. طب كوره زي اللي قدام حضرتك دي ما بينش مهاره مثلا واخف الضغط على لعيبتي؟ يعني انت واخدنا، يعني بقول لهم الكوره سهله، الكوره ها جميله، ها يعني انا واقف بره وحاطط ايدي في جيبي وبنطط. بص يا كابتن رضا، انا هختلف مع حضرتك هنا في حاجه واحده بس. اتفضل. طبعا محدش يختلف على مهارات رضا عبد العال وفنياته، وان حضرتك لعيب كبير، ولكن طبيعه اللعيب المصري، ده اللي اتكلمنا فيه المباراه اللي فاتت. اللعيب المصري لو بص في وش حضرتك لقى الدنيا فك قوي يفك منك. دي بدعه، دي بدعه يا كابتن سيف، اسمع اللي انا بقول لك عليه. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، كم مره اقسم بالله ده بدعه، ده حفظ، ده اللي بيعمل كده اللي هو المدرب اللي مفلس. المدرب اللي ما عندوش، بص انت كلمني دلوقتي النهارده مثلا فنيا وفي التغييرات، صح، في تاثير؟ لا مفيش تاثير. انا عايز اقول لك حاجه، انت النهارده اكثر جديه، يعني النهارده مختلف عن المباراه اللي فاتت، سمعنا كده؟ ابدا لا. والله ابدا، انا بهرج مع جمهور الاهلي، هي الكاميرا بس اللي ما جاتش عليا. على خفيف يعني. لا خالص، عادي زي ما انا وعلى طبيعتي، وانا هفضل اهرج، لان اللعيب لما يبص في وشي وتلاقيني مبتسم هو هيطلع احسن حاجه عندي. سيبك بقى من حته ايه، اصل انا لو لعيب وشفت الكابتن فاكي كان هفك. لا يا حبيبي، اللعيب اللي بينزل يا كابتن سيف
بينزل الملعب بينسى اسم ابوه وانسى امه ومراته وابنه، بيبقى تركيزه 90 دقيقه يا كابتن سيد. عايز اسالك يا كابتن سؤال فني شويه، ازاي حضرتك النهارده، مش بتكلم على فكره في حاله طنطا النهارده، بتكلم بصفه عامه، ازاي نفترض ان الكابتن رضا موجود السنه الجايه في الدوري الممتاز، ازاي النهارده يبقى معاك فرقه ب 30 ب 50 ب 60 ب 70 مليون جنيه بتقابل فريق ب 400 500 مليون جنيه ويبقى فيه تكافؤ؟ يعني المعادله دي تمشي ازاي؟ بتمشي ده اصلا، يعني انت بتقول 400 500 مليون وفي فرقه 50 60، واخد بال حضرتك؟ طب المشكله كلها شوف فكر المدرب هنا وشوف فكر اللعيبه هنا. انت هنا بتقدر على قد لحافك تمد رجليك، يعني برغم ان اللعيبه اللي معايا مش انا اللي جايبهم، بس النهارده انا بقول لهم على حاجات تتعمل اللي هي من خلال خبرتي ومن خلال دراسات اللي انا عملتها ومن خلال مشاهدتي للماتشات، ان انت اقف كذا وتحرك كذا، ولما تمسك كوره ما تتسرعش، ابدا طالما مش هجمه مرتده يبقى تعالنا في الكوره، طول ما انت مسيطر على الكوره احنا كده ملوك الملعب، طول ما الكوره في رجلينا احنا كده اللي كسبانين، انما لما الكوره تتقطع يبقى لازم في 10 ثواني 15 ثانيه بالكثير بنظم نفسي عشان اجيبها. فانت الحاجات دي احنا ما اتمرناش عليها، بس احنا بنقولها من خلال خبره اللعيبه طول الموسم ده مع المواسم اللي هم لعبوهم، فهي انت بس بتدي له عمليه تذكير تذكير، بتفكره بتفكير تفكير لغايه ما هو بيبقى عايش في الجيب. وبعدين انا قلت لك خفيت عليهم الضغط بتاع ان طنطا هبطت، طنطا مش في الممتاز، طنطا مش عارف ايه، قلت لهم سيبكم الكلام ده، لو احنا عملنا اداء كويس ماتش الزمالك ثم ماتش الاهلي مصر كلها تحترمكم. صح، وقد كان يا كابتن سيف. صح صح. هو دلوقتي انا لو دلوقتي عصبت اللعيب وقلت له لا انا مطالب تنزل تكسب وانا عايز اكسب الاهلي وعايز اكسب الزمالك وينزل خسر، لان انا ضغطته اكتر ما هو مضغوط، كنت هتشوف اداء ولا هتشوف شخصيه فرقه زي كده؟ صح. بمنتهى الامانه كابتن، انت لعيبه الاهلي والزمالك وانت من جواك هو اللي ظهر على الشاشه ده، ولا ده اللي من جواك مختلف؟ اللي وانا بتنرفز يعني؟ لا 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 لا، انت لا انت هادي، يعني انت نازل تلعب الزمالك ولا متنشن الان مخضوض ولا خايف تخسر مثلا بنتيجه، ولا انت فعلا لا انا نازل العب كوره حلوه انا اموري هاديه، انه واحد فيهم؟ تصدق بالله لا اله الا الله، انا قايل لهم اسهل ماتشين هتلعبوهم في الست ماتشات اللي جايين ماتش الزمالك والاهلي. السبب لان الزمالك والاهلي عايزين يكسبوا فهيهاجموه، فهيبقى في مساحات كتيره هتعرف تبين امكانياتك سواء في هجمه مرتده سواء في الاستحواذ سواء سواء، فعشان كده هتلاقي الملعب مفتوح، غير لما هتيجي تلعب اف سي مصر او الجونه الماتش اللي جاي اللي هو صعب وضرب نار، او الفرق اللي هي بتيجي تبقى تقف لك، اذا كان بتيجي تقف للاهلي والزمالك وبتخسر يا كابتن سيف. صح، وبتقرف الاهلي والزمالك، يعني انت مثلا اي فرقه بتقف للاهلي او للزمالك في 18 مفيش حلول غير بقى بجون ضرب الجزاء بجون فاوم بخبره لعيب بالكلام ده، انما كاداء وشكل الاهلي والزمالك بيبقوا لايفين. طيب فانا بقول لهم العبوا كورتكم وهتلاقوا اسهل ماتش، بس انت يبقى طول الوقت مركز، لان اي كوره هتتقطع منك هجمه مرتده جول، لان هم دولت عندهم الامكانيات اللي هي يعرفوا يسرقوك في حته الهجمه المرتده. عشان كده الجون اللي جه فينا النهارده مصطفى امين لما طلع ولا هو ديفندر لما حس ان هو رقص واحد واثنين عايز يرقص الثالث فاتقطعت اتردت فينا جون يا كابتن. صح كابتن.